يلا ميمي سموا بالله. سموا بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما قلت لك يا أم طالب، الحمد لله مال الشام قامت بالسلامة وولدت وارتاحت. حاجة لازم ترجع على بيت جوزها، يعني الزنة ما قصر لا ما حول معنا. بعدين المرأة دخلت شوق لها غير جوزها وبيت جوزها. مزبوط تقبرني عم تحكي كلامك درر يا بي. مزبوط يا زرها، المرأة إلا غير جوزها وبيت جوزها ولا لا؟ وين يا بي؟ شبعت يا بي. بس ما أكلت شي. أكلت ببيت المولى. صالحة. نعم يا بي. شو بكي؟ ما في شي. هيك بتقومي وأنا عم بحكي معي؟ لك ماما ما حلوة تقومي وأبوكي لساته قاعد. من بعد إذنك يا بي ومن بعد إذنك يا أمي، اتركوني على راحتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طول بالك تقبرني، طول بالك. توبريني توبري. والله هو عم يحكي كرمالك يا صالحة. والله طلعي فيني حاكيني بس كلمة. والله هو كرمالك. تعرفي لأبو طالب شو طيب؟ خطي يا بي، والله مو بإيده. ما اختلفنا يا بي، بس كل ما طارت الشغلة بتيبس رأسها وبتعادت. اقنعوها. طول بالك تقبرني، هاليومين ثلاثة بدنا نشوف الشيخة حفصة شو بده يطلع معها. بعدين قلنا كلام تاني. لا إله إلا الله على هالسيرة. خفوها خفوها يا أم طالب. مريم الله يرضى عليك يا بنتي، أنت فيك تأسري عليها، قنعيها. يعني ما حلوة اطلع بالفشلة قدام عدوات الحارة وأهالي الحارة. في فرمان بده يطلع بتزويج العازبات. الله كريم تقبرني. الله كريم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شبعت أنا الحمد لله. طالب الصبر حدود، انا اكثر من هيك ما عاد فيني. يا بنت الحلال، المحبه والرحمه شيء والاهتمام بمستقبل اولادنا شيء ثاني. طلع فيني لقلك، نحن محبتنا لاولادنا يا بنت الحلال بيعني انه نهتم بمستقبلهم ونحرص على كل شارده وارده بحياتهم. لازم نفهمهم شو يعني العيلة، شو يعني الزواج، شو يعني الخلفة. هلا أنا عندي أغلى منكم يا أم طالب. لا والله تقبرني ما عندك. لذلك الله يرضى عليك خلال وقت محدد لازم تقنعوها. يعني أنا لو ما كنت مشوش لراسي كنت جبرتها، كنت غصبتها، واللي بده يصير يصير. خلص تقبرني خلص، كلامك أوامر. نور الدين، لمعات. ايه لمعات. لساتك عايشة؟ ما رح موت قبل ما تموت انت. يا بسم الله. عايشة بسم الله. عايشة عايشة. شوفي صوت أبوكي.
الرحيم عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقبرنا فين يا مرحبا؟ على عيني وراسي. فين يا مرحبا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. لوين تقبرني؟ لوين ابو طالب؟ لوين؟ شوفي شو صار. ما بعرف شو صار. لوين رايح تقبرني؟ لوين رايح؟ مشوار صغير وراجع. خير يا ابي؟ لوين رايح قصاص ليالي؟ باكل ارجع ونام ومشوار صغير وراجع تلا لامك. لا حول ولا قوة الا بالله. ابو طالب شو صار امي؟ لك امي ابوكم شايف كابوس. يا لطيف يبعث لي حمى ان شاء الله. وما قدرتي تفهمي من كلامه عن مين عم يحكي؟ لك امي الله يرضى عليكي، عم بقول لك ابوكم شاف كابوس، يعني فاق عم بيصرخ ويعيط. ولي على قامتي عليه لا، وفوق كل هذا حمل حاله وراح لوين ما بيقول. بعين الله بدي اشوف شو اخرته. حسبنا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طلال! طلال! يلا يلا! عمي أبو طالب؟ لمعت عايشة. شو عم تحكي عمي؟ الليلة تأكدت إنها عايشة. وكيف عرفت إنها عايشة؟ وطالما عايشة هي ورا كل الفصول اللي عم تحصل لي. عمي فهمني مشان الله. فوت عمي. لوين تقبرني؟ لوين؟ يعني هيك بدك تروح بدون ما تقلنا وين رايح؟ عندي مشاغل ضرورية خلص وترجع. من يوم يومك عندك مشاغل ضرورية؟ يا عبي ما كنت تطلع من البيت من دون ما تورجينا ضحكتك الحلوة. ايه والله تقبرني. الله يخليني اياك. انا راجع على الغداء، بدي شل باطو. تكرم عينك، على عيني وراسي. يلا تخاطب. الله معك سيدي. شو؟ عم توصل لمعاد خانم؟ أكيد يا سيدي، كل شيء مثل ما وصيتنا. يعطيك العافية. الله يعافيك. يا لمعاد خانم، يا تاج راسي، يا ست الكل. خير يا راجل. في شخصين برا عم يسألوا عنك وحابين يشوفوكي. شخصين؟ ايوه. ومين هن؟ ما بعرف. ليكون وصفي ومعه حدا من معارفه؟ لا لا مو وصفي، وصفي أنا بعرفه منيح. مين بدهم يكونوا؟ هلا لو انا بعرف كنت حليت من عندي متفقين انا وياكي. طيب شو لابسين؟ لابسين لبس عربي اخر رتابه. وشو قلت له؟ انا ما قلت له شيء، اللي حكى معه الرقيب ومضيع شوي حتى يجي لعندي ويسالني ونعرف منك شو بدنا نعمل. لك ليكونوا حلمي وعدلي. لا لا مو حلمي وعدلي. ولا بره؟ ولا بره يا ست الكل. مين بدهم يكونوا؟ مين بده يجيني بهالوقت؟ شوفي إذا بدك بروح أنا بتفاهم معه وبرجع بخبرك مين مني. بتحب يساوي هيك؟ هذا جاهز. لا لا ما إلي جلادة انتصرك حتى ترجع. امشي. تفضل. ما قلتوا لي شو بتحبوا تشربكم؟ الله يخليك ما بدنا ضايقك. ما بصير. ما بصير كل ما الواحد ما بصير.
كبر واجبك مساعد راجي. الحقيقة أنا من يومين إجيت من السفر وفي إلنا سجينة عندكم هون حابب اطمن عليها. سجينة هون؟ طب إذا ما بصير سألة ممكن أعرف شو اسمها؟ أكيد لمعات المحتسب. يا لطيف الدائم الله الله يرحمه. عاد ميت؟ من تاني يوم طلعنا لهون. حضرة المساعد انت متأكد انه عاد ميت؟ طبعا متأكد. شو يعني عم يكذب عليك هون؟ طيب مساعد راجي وين تمت عملية الإعدام؟ وين بتم يعني؟ ساعة المرجع. طب مساعد راجي انت متأكد انه عملية الإعدام تمت بساعة المرجع؟ هلا ممكن تكون يعني معدومة مكان تاني. يعني مكان تاني مثل وين؟ يعني بدك تقول بشي قاعة من قاعات المحكمة. شيء مساعد راجي الله خلينا اياك ممكن تتأكد لنا وين بالضبط انعدمت؟ الله أكبر.